ده خبر اكيد تريقه نشر من امبارح كده، قلنا نركنه يوم، الموضوع قاعد يزداد. السودانيين ردوا على البشير وقالوا تقريبا دي القله المندسه، قبضوا على حمار كان عامل عمايل سودا. انت عارف شعار تسقط بس من الشعارات القويه جدا في المظاهرات السودانيه. فبيقول لك هنا في السودان وعند حكومه البشير في حاله غريبه وعجيبه مبالغ فيها. الأجهزة الأمنية متمثلة في الشرطة تلقي القبض على حمار كتب على ظهره تسقط بس بمنطقة الحاج يوسف، وتم ترحيله فورا للقسم. هو عشان حمار نسيبه يعني؟ أنا عايز أفهم يعني كونه حمار ده حصانة ليه إن إحنا من يعني؟ لا، الأسئلة اللي مزيراني والدايرة في راسي، هل سيضرب هذا الحمار أم سيقتل أم سيقدم لمحاكمة أو يتم ضمه أو نسبه؟ فكروا معاي، يعني هي عندها مشكلة مش عارفة. طبعا في ظل تصريحات البشير مش ممكن يجرى له حاجة، لأن اللي بيقتل هم المتظاهرين وكده، هو هيبقى في عهدة الناس الكيوت. بيقول لك بقى اكتملت الأسطورة، فين الصورة اللي الحمار متحمل فيها العربية؟ أهو القبض على عميل مساد من العملاء اللي بيحاولوا يشوهوا صورة العسكر السودانيين، متنكر في زي حمار. بيقول لك هو ده نفس الحمار، يعني مش عارف هي دعابه ولا حقيقه، لان الشعره الفاصله بين الدعابه والحقيقه في المنطقه العربيه تلاشت حقيقه. يعني حاجات لا يمكن تتخيلها لدعابات بعد حقائق. وحقائق كانت لا تقبل الجدل بقت زي الدعابات. كل شيء بقى نسبي في المنطقه، لا انت عارف الجيلي من الرز بلبن.